دخول صدام حسين للكويت شفته ازاي ساعتها؟ شفته خطأ كبير جدا، واعتقد كمان ان المصريين شافوه خطأ، والمصريين دافعوا عن الكويت قبل كده. واعتقد يعني ان صدام، ان هذه القضيه بالذات يعني هي اللي غيرت محور العلاقات العربيه العربيه. ده نقطه فاصله في تاريخ العلاقات العربيه العربيه، لان بعدها ما اصبحش ما هو عربي عربي، ما اصبحش جزء مقدس ولا اصبح جزء اساسي. اذا انت اللي بتعتدي وانت اللي بتاخد الارض، فازاي اعتقد يعني انه دخول صدام حسين اعتقد كان عمليه مهمه. واعتقد ايضا هنا لابد ان نحيي موقف مصر، ان مصر اختارت حقيقه الموقف الصحيح، وعبد الناصر اختار الموقف الصحيح من مبارك. مبارك اختار الموقف الصحيح من ضروره تصحيح هذا الوضع. وقد كان، وقد كان طبعا. التقيت مع صدام حسين؟ نعم. التقيت مع صدام حسين؟ التقيت مع صدام حسين كثيرا. كان شخصيته ازاي كانت يعني في كان رايك؟ لديه قدر كبير جدا من الثقه البالغه في نفسه. مفتون بنفسه. اكثر من قذافي؟ اكثر من قذافي. مفتون بنفسه جدا. وحاول مبارك فعل يعني المستحيل، وعمل شاطل رحلة مكوكية لمنع هذا الصدام، لكنه لم ينجح في هذا. وصدام يعني في النهاية يعني وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه عبد الناصر. وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه عبد الناصر، وهو العلاقة ما بين الآمال والقدرة والاستطاعة، زي ما قلت لنا امبارح.